طمنكم وطمن المواطن ان هذا المرض لا ينتقل من الحيوان الى الانسان، وهو يعني الحمد لله يعني هذا لذلك هو مرض يعني ينحصر في الحيوانات. وايضا المبيدات التي تتاثر القطط النافذه اللي هو حشره تشبه حشره البعوض ايضا موجوده، والحمد لله دوائر السيطره قامت بما عليها من اجراءات والامور المسيطره عليها. زين.